الصحابي هو من لقي، أديني خير، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، زيد، وآمن به، نغ لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ماشي ولسي ديموكريت غادي والله صحبي، إلا قد يلي يومنيس، كمل الشرط الثالث، بارك الله فيك، ومات على ذلك، مات على الإسلام والإيمان، خطر ما إلا يبطل. يموغريثي دي اللي يذس يعاش يذس يومنيس من بعد ارتد صافي أسيروح شرف الصحبة أسيروح الوصف تعريف يوم السلام تعريف من تعريف أكثر علماء الحديث أكثر علماء الحديث خطر جماعة الخير تعريفات كما ذكر المرة اللي فات في تعريف السنة النبوية تذكرون إلى تعريف المحدثين إلى تعريف الفقهاء إلى تعريف الأصوليين كل يوم ساعة سي كاركتيريستيك ساعة لومبرنتينس البصمينس هكذا تذكرون كي شرحنا موضوع السنة فيما سبق فورا ذي الصحابي تعريف الصحابي ويوم السلام تعريف أكثر المحدثين هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به آمن به صدق بنبوته يوم بعث النبي الرسول الشرط الثالث ومات على ذلك يعني ومات على الإسلام هذا تعريف أكثر المحدثين ولكن علماء الأصول جمهور الأصوليين زادوا حاجة لومبرنتنسن أشو دنان ولازمه مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا وجي علماء الأصول أضافوا هذه الجزئية خطر زمن كاع صلى الله عليه وسلم يروح هذا يقضوا يموكردي والتاجر أسيز نزيد البطاطا أسي خلص هذا الصحابي يموكردي واحد جوج دقائق ثلاث دقائق لذلك عند الأصول قرار جو القسم بن القيديين ولازمه مدة مدة الليلس يعني كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا والعرف معتبر أما ذي القرآن ذي السنة سيأتي البيان في الوقت المناسب ما هو تعريف العرف هو ما تعارف عليه الناس ذي التجار لم تعرف هناك أعراف تضبط الحركة التجارية يريد ذلك لكن تعرفي ذلك التجارة ذي الاستثمار ذي الأمور الزواجية وكذا يخاك النسبة ساعة تعرفي تعرفي ساعة مازال أليس كذلك؟ لذلك العلماء بدا عرف أن العرف شو دنان؟ صافي ربط تعريفي بما قاله الأصوليون ولازمه مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا إذن في العرف معتبر